السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الوصفه ديال الدجاج في الفرن، كيجي غزال بزاف. نتمنى تجربوه واكيد غادي تعجبكم. بالنسبه لاول حاجه، عندي هنايا واحد الكميه تقريبا واحد 16 نقولوا تقريبا دجاجه كامله. درت هنايا دانون مسوس، ياغورت طبيعي، موطارد، شويه ديال مطيشه ديال الحك، شويه ديال الزعتر، مليحه، بزار، سكينجبير، الثومه بودر، ديروا كذلك بصله بودر الى كاينه، عصير ديال الحامض. كنخلط كل شيء مزيان، كنضيف شويه الحليب تقريبا واحد المعلقه كبيره هكاك ديال الحليب حتى لجوج معالق صافي، وكنخلطوا الخليط كله مزيان. ما كنديرش الزيت نهائيا، لان دائما تنقول لكم الزيت في الشرموله ما كتخليش يشرب داك الشرموله اللي عندنا. هاد العمليه هادي انا درتها بالليل، يعني ليله قبل، باش يتشرب داك الدجاج كامل ديك الخلطه اللي عندي. بالنسبه انا هنايا خدمت فقط بالفخيضات ديال الدجاج قبل ما نديرهم في الشرموله، شديتهم وكنفلحهم، كندير فيهم فتيحات بالموس باش هكا ديك العطريه اللي عندي اولا ديك الشرموله اللي عندي كلها تدخل في الدجاج ويجي كله مشرب. صدقوني كيجي غزال بزاف، كيجي رطب من الداخل، كيجي فيه واحد لوكو زوين. تقدروا ديروا الزعتر، اعشاب منسيمه، اليازير، اي نوع كتبغيو ديروه. انا كيعجبني هكا بالزعتر، وتقدروا ديروه مطحون كيف ما ديروه، كما هو غير يابس صافي. غطيته ودخلته للثلاجه حتى الغد ليه، ستفتو في الطاوه، رشيت عليه شويه ديال الزيت من الفوق ودخلته للفران. بطبيعه الحال غطيته من الفوق بالبابي كويسون، عاد درت لي بابي الومنيوم من الفوق ودخلته. دابا غادي نصايب واحد الروز كيجي مرافق لهذا الدجاج. درت كيف ما بان لكم الزيت البلديه، الزبده، وغادي نزيد عليها الروز. الروز شديته رقدته في الماء واحد نص ساعه هكاك، عاد شديته غسلته مزيان حتى ما بقاش داك النشا في الماء، حتى ولا عندي الماء صافي، وخليته كيتسقطر مزيان. من بعد ما نشف كنجي كنديرو هكا في مقله مع ديك الزبده والزيت، وكنديو نجيبو حتى كياخذ عندي واحد اللوين بحال ذهبي شويه. من بعد كنجي كنضيف ليه الخضره. درت هنايا واحد البصيله صغيره، فلفله حمراء، فلفله خضراء، ديروا كذلك خيزو الا بيتوه مقطع، انا حيت درتو في لاصالاد داكشي علاش ما ضفتوش هنايا. ديروا الفلفله اي لون اللي عندك اللي عندكم، انا هادو اللي توفروا عندي هما اللي درت. كنخلط مزيان حتى كنشحرهم شويه مع داك الرز في ديك الزبده اللي كاينه. من بعد كنضيف هنايا تديروا الكميه اللي درتو ديال الرز الدوبل ديالها. انا هنايا درت جوج كيسان ديال الرز، درت الفلمه أربعة الكيسان ديال الماء غليان بطبيعه الحال صافي. بالنسبه للعطريه ما كنضيف حتى شي حاجه، من غير ضفت شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم، ديك الصفوريه اللي كتبان لكم اصلا هذيك غير ديال الزبده والزيت صافي. كنغطي عليها، النار تكون هادئه بطبيعه الحال، وكنخليه حتى كينشف تماما من الماء. للاسف صورت لكم هذه اللقطه ولكن ما بانش، باش كتشوفوا كي كيجي مفرز حبه مفرزه على على الاخرى. ايوا هنايا صافي الطبيله ديالنا كانت وجدت. بالنسبه للتقديم تقدروا تقدموه كيف ما بغيتوا، وتقدموه هكا في البلا مع شلاضه، بلا كبير تديروا معاه لاصالاد. انا هكا فضلت انني نعزل. بالنسبه للخضره كيف ما شفتوا صوتيتها، درت البطاطا، خيزو، واللوبيا الخضراء، فورتهم هادو في الكسكاس صافي. والبربا سلقتها، كي قلت لكم كنضيف ليها انا بصيله صغيره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، والزيت كندير زيت ارغال، لا توفرات كتعطي له كو زوين. لتحت فرشت في الجناب مطيشه، والوسط درت الخس، درت المايس من الفوق صافي، وشديت المايونيز خففتها بشويه الحليب، ضفت لها شويه البزار ودرتها هكا خويط من الفوق. ديجا كي قلت لكم حنايا لاصالاد كلها راه درتها سوطي. الدجاج البنات ملي كيطيب، ملي كنحس به طاب، كنحيد ليه داك البابي من الفوق وتنخليه تيتحمر عندي شويه صافي، وتنقدمو. كيطلق واحد الماء، الا بغيتو تقدروا تسقيو به هكا غير من الفوق خيوط على داك الروز اللي عندكم. ايوا من بعد ما تغدينا الحمد لله، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال، خرجت هنايا غنوريكم البنات الصاقه بما انني كنت غادي عليها ليها هنايا البنات. هاد الرون بوان اللي جات الطاكسيات دابا خليتهم على يدي اليمين،
الطاكسيات اللي عند الدخله. انا طلعت مع هاد الشاري نيشان، ما درتش لجيت الطاكسيات اللي من لا، كملت مع ديك الطواله نيشان. ها نتوما هنايا انا راح حاولت نصور لكم من عند الرون بوين باش يبان لكم مزيان، يعني غتبقاو غاديين طواله، راه ما كتضروا لا على اليمين لا على اليسار. هنايا هاد المدرسه هادي ديال الممرضين كتفوتوها، كتلقاو كذلك المحل ديال نوماس. نوماس راه معروفين، تا هو خليو دائما على يديكم اليمين وكتزيد وكتكملوا للقدام. صافي كتلقاو هنايا واحد ستوب اولا الفروج، غادي تزيدوا اون فوا غادي تفوتوا الفروج. دائما كي كنقول لكم ديريكت ما كضروا له كلاكا، غادي تبان لكم ساقه ها هي جايه على اليمين، راه باين المحل ديالها راه غايبان لكم القدام. جات البلاكه ديالو كحله ومكتوبه فيها ساقا، ها هو كان البنات راه دابا كيبان تما فين كاين، لان انا يحبس التصوير مع كانوا الناس. المهم خديت شي حوايج تنبارطاجيهم معكم. غير هنايا بغيت نجاوب واحد السيده كانت طلبتني على هاد الجلده هادي ديال الفران، قالت لي عافاك وريني كيفاش كتعاودي تركبيها، راه ساهله بزاف. نفس الطريقه باش حيدتها هي باش غادي نركبها. انت من بعد ما حيدتها كتلقاي هذوك الحديدات كاينين في الجناب بربعه ديال الجلده، كيجيو هكا خارجين. وبالنسبه للفران في الجني في الجناب ديال الفران كاملين كيكونوا دوك الحفيرات، تما فين غادي تخشي ديك الحديده بالضبط. كتخشي كتبداي من الفوق هو الاول باش كتجيك سهله، كتخشي القناط صافي وكتجري لتحت وكتخشي حتى هما دوك القناط، راه ساهله كي قلت لكم. نفس الطريقه باش كنحيدها هي يعني نفس الطريقه باش كنركبها. هذه فقط غير جواب لديك السيده، لان كان ضروري انني نصورها لها فيديو. وهنا غنبارطاجي معكم اشنو خديت من ساقا. ما تخلعوش تشوفوا هاد الكرتونه كبيره يسحبكم واش خديت شي حاجه، لا فقط غير دوك الغونجمون اللي كنت ديجا بارطاجيت معكم، هادوك كانوا عاودوا جابوهم ومشيت خديت اللي بقاو. والحمد لله الحمد لله كنقول لي جابوهم دغيا، لان باغيه باش نضم بهم الثلاجه، وخصوصا دابا مع قريب الاول ديال الشهر كنتقداو هذا، بغيت منين نقاد كلشي في خطره باش هكا كيبان لي حتى الحويجات اللي زدت في الثلاجه، كيبان لك واش هز لك هاد لي رونجمون، واش هما هادوك. مع العلم الفكره اللي عندي في بالي كيبانوا لي راه جايين هما هادوك. المهم هنا خويت الكرتونه باش يبان لي باش يسهل عليا انني نوريكم. زدت كملت في هاد الكبار، زدت الكونتيتي اللي كانت خاصاني. عجبوكم بزاف هاد لي رونجمون البنات، وصراحه تيبانوا لا كاليتي ديالهم زوينه، سورتو الغطيان ديالهم البنات راهم فليكسيبل، يعني كيطواو دايرين بحال شكل السيليكون. هادشي اللي غادي يخلي الحاجه اللي درتو فيهم تبقى زوينه. هادو دابا اللي جبت البنات وريتكم، هادو هما اللي ديجا خديت غير باش نوريهم لكم. غسلتهم وخليتهم ما استعملتهمش نهائيا، كنتسنى حتى نكمل الكونتيتي اللي خاصاني كامله عاد ديك الساعه نستعملهم بمره. بالنسبه للقياسات اللي زدت فقط جوج قياسات، هاد الكبار اللي زدت وهادوك الصغار، هادوك الصغار زدت منهم غير شي جوج، والكبار زدت منهم سته، هادشي فقط اللي خديت. بالنسبه لهاد لي بواط هادو كنت لقيت غير الصغار، راني يعني كنت بارطاجيتهم معكم، دابا زدت منهم الكبار. الصغار كنت خديت منهم غير جوج، زدت دابا اربعه، والكبار زدت منهم اربعه حتى هما. وهنايا راه حاولت باش نوريكم باللي جوج صغار كيجيو في الطول ديالهم قدهم قد الكبار. بالنسبه للكبار دايرين 7 دراهم والصغار دايرين 6 دراهم. خديت هادو هاد الغونجمون هادو لقيتهم في ساقا ب 10 دراهم البنات، كيجيو فيهم خمسه ديال لي كومبارتيمون هادو كترونجيو فيهم سوا لي زاكسسوار سوا التقاشر سوا هاد الملابس الداخليه. هادو خديتهم على حساب البنات، للاسف البيض لقيت فيه غير جوج خديتهم، ان شاء الله نتمنى انهم يعاودوا يجيبوهم ونعاود ناخذهم. وتلاقيت هادو يا البنات حمقوني، ولكن للاسف ما بقاتش فيهم الكونتيتي ربعه اللي لقيت خديتهم. هادو كانوا دايرين لهم 18 درهم، تيجيو غزالين غزالين، حمقوني انا. كاينين في اللوينات بالنسبه للناس اللي غيكونوا انتريسي باللوان الاخرين راهم موجودين عندهم، ولكن البيض ما بقاش. ان شاء الله الا لقيتو غادي نعاود ناخذ منهم، لان انا بغيتهم على حساب بحال هكا الحلوه، بغيتهم على حساب لي صالاد حتى هما غيجيو فيهم زوينين، ما باينينش في الكاميرا هما راه تيبانوا تبارك الله راه كبار
وجاي ديك الفتحه ديالهم قياس واحد، ما عرفتش كيفاش غنوصل لكم، ولكن صراحه والله الا في الشكل ديالهم انا عجبوني بزاف، خصوصا بحال هذا الشكل هذا ملي تلقى شويه زايد في الثمن، كنلقاهم تقريبا 80 درهم. تقدروا تستعملوا فيهم الفاكهه الا كانت عندكم بكونتي كثيره، سلو عطى الله ما يتخدم فيهم. كي قلت لكم انا بغيتهم فقط بالنسبه لي سلاد، وبغيتهم للحلوه كني هكا بعض الخطرات كنبغي نبريزونطيها ملي كتكون عندي كونتي كثيره، كتجي في الحطه ديالها هكا زوينه في هاد لي بوب بحال هكا. ان شاء الله نتمنى انني نلقى قياسات اخرين باش اولا بياسات اخرين ان شاء الله باش نزيد منهم. كانوا هادو هما المشتريات، نتمنى الناس اللي طلبوني على ساقا فين جات يكونوا فهموا الغوبير اللي عطيتهم مزيان. كنقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا لكم على الكلام الزوين. نقول لكم بسلامة عليكم، تنتلقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.